بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي طالبات المرحلة الثالثة في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة الكوفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلت هذه المحاضرة بتاريخ 22/3/2020، وهي ضمن سلسلة محاضرات التعليم الإلكتروني المعطاة لمادة الكونفنشنال باور بلانت. شباب، هذا المقطع الأخير، الجزء الأخير من محاضرة الأسبوع الثامن، واللي تناولنا به أنه قلنا نسوي فيدباك أو ريفيو حول موضوع اللود كير، منحني خط الحمل وقوانينه وعلاقاته. وأخذنا اكزامبل مسبقا اثنين، وهسه الاكزامبل الثالث تقريبا راح نشتغل عليه، اللي هو هذا كان أيضا من الأسئلة السنوات السابقة، أيضا من أسئلة السنوات السابقة. شو يقول السؤال؟ نقول بالسؤال: A generation station has the following daily load cycle. يعني هنا شنطاني انطاني معطيات، شنو عبارة عن شنو التشغيل اليومي الهاي المحطة أو الهاي الستيشن. انطاني التايم مثل ما جاي تشوفون، هذا التايم، وانطاني اللود اللي جاي يسحبه او اللي جاي يغذي او اللي جاي يجهزه بالميجا واط، بالميجا واط. زين، فايش مطلوب من عندي بالبدايه؟ بدايه السؤال يقول درو دي لود كير اند فاين. اذا هو اول ما طلب عندي شنو؟ انه ارسم، بعدين اجد المطاليب اللي عندي. فالرسم شباب مثل ما علمتكم، اول ما اجي اخلي الاكس اكسس انطي التايم للاور، واخلي الواي اكسس المن للقدره اللي عندي المنتجه، واللي غالبا هي عباره عن ما تكون بالميجا واط او بالكيلو واط حسب المعطيات. هنا منطيني بالميجا واط، فاذا هنا راح اشتغل على الميجا واط. بعد ما قسمنا الرسم تطبيق مباشر، راسم اجي على هنا الفتره، ايش قد عندي الفتره الاولى؟ هي عباره من 0 ل 6 ايش قد قيمتها؟ قيمتها 40. اذا تشوفون من 0 ل 6 قيمتها 40، فاجي على الرسم هنا من 0 الى 6 ايش قد اصعد؟ اذا اصعد ل 40 ميجا واط مثل ما هنا. اللي بعدها راح اصير من 6 الى 10.50، من 6 الى 10.50، فارجع اجي اشوف من 6، هاي هنا 6 الى 10، هاي 6 الى 10 ايش قد اصعد؟ اذا راح اصعد 50، صعدت 50 ميجا واط. ارجع من 10 الى 12 ايش قد كانت عندي؟ عندي 60، يعني خلال هاي الساعتين. فارجع للرسم ايضا من 10 الى 12 راح اشقد اصعد؟ اصعد 60. هو الموضوع جدا بسيط هذا الرسم، يا ريت تكون تفهموه، لانه بالامتحان عليه درجه من اعطيكم اياه بالرسم، وخاف واحد فايتته، فانا جاي اعيد الموضوع شلون جاي نرسم، اخاف ما حاضر او عنده اشكاليه كانت بالموضوع. فوصلنا لهاي النقطه من 10 الى 12 60، ارجع بعد من 12 الى 60 عندي 50، فارجع من 12 الى 16 ايش قد كانت هي قيمتها؟ 50 ميجا. فرسمت هاي ال 50 من 12 الى 16، بعدها من 16 الى 20 ايش قد صارت عندي؟ صارت عندي 70، صارت عندي 70. ارجع من 16 الى 20 ايش قد صارت قيمتها؟ عندي قيمتها صارت 70 مثل ما تشوفون هنا بالكير، صارت عندي 70. بعدها ارجع من 20 الى 24 ايش قد صارت؟ نزلت، صارت 40. فارجع من 20 الى 24 ايش قد قيمتها؟ هي قيمتها 40. اذا الخطوه الاولى رسمنا اللود كير مالتنا. زين، المطالب شنو؟ قلي فايند اولا ذا ماكس ديماند. اذا اول شيء يطلب من عندي شنو؟ الماكس ديماند، وقلنا هو اعظم طلب. شباب ممكن هسه من الرسم مباشره اطلع الماكس ديماند. منو يجاوبني من الشباب؟ اريد من طلاب المسائي. اي هاشم، جيد هاشم، احسنت، طلع لي الماكسيموم ديماند. عافيه السبب هاشم، مثل ما قال اخوكم زميلكم انه من الرسم مال تبين عندي الماكس ديماند جد قيمته 70. فاذا هذا المطلب الاول راسا انا منه راح اطلعه هو 70. زين، اجي على السؤال رقم 2، هسه راح اسولف سؤال بعدين نرجع للرياضيات. المطلب رقم 2 شو يريد؟ يقول يونت جنريتد بير داي. اليونت جنريتد بير داي، يعني الوحدات المتولده في اليوم. مثل ما اتفقنا، مثل ما علمتكم، بما انه قال يونت جنريتد يعني راح اخذ المساحه
الموجودة داخل أو أسفل هذا المنحني أو اللود كير. فش راح أسوي؟ راح أخذ مثل هاي الأربعين أضربها في كم ساعة هنا عندي في ستة، أقول زائدا هنا الخمسين في كم ساعة صارت هنا عندي في أربعة، زائدا هنا شقد عندي ستين في شقد في ساعتين، وهكذا إلى أن أكمل المساحة اللي هنا. وهي تمثل شنو هاي؟ اليونت جنريتد بير داي، بير داي. زين رقم ثلاثة شنو راد من عندي؟ قال الأفريج لود، الأفريج لود. رقم ثلاثة راد الأفريج لود. الأفريج لود شباب مثل ما اتفقنا هو شنو؟ عبارة عن شنو؟ من يجاوبني من الشباب؟ أريد من طلاب المساء اليوم، اليوم أنا طلاب المساء يشاركون كلهم. إي نعم مريم، مريم فيصل. إي إي مريم أحسنتي، عاشت إيدك. إذن شنو عندنا؟ الأفريج قلنا هي عبارة عن المساحة نفسها مجرد ما أقسمها على التايم مالتي الموجود هنا. فإذا المساحة طلعناها بالرقم 2، خطوة رقم 2 أقسمها على الـ 24 راح تنطيني شنو؟ تنطيني الأفريج لود. وآخر شيء هو عندي شنو؟ اللود فاكتور. واللود فاكتور شنو قانونه؟ أحسنتم، هو عبارة عن نفس الأفريج لود أقسمه على يمين، يعني الرقم راح طلع برقم 3 هنا الناتج مالته أقسمه فقط على اليمين على الماكس ديماند اللي هو 70. فراح نرجع هسه نحل وياكم بالرياضيات ونشوف الحل إعادة وفي الإعادة إفادة. رقم واحد هنا مثل ما حكينا يقول it is clear from the load curve that the maximum demand on the power station is 17 megawatt. إذن هي 70 megawatt and occurs during the period. راح تحدث عندي الفترة، شقد الفترة عندها صارت هاي السبعين؟ هي من 16 إلى 20، يعني عندي الساعة 16 إلى 20، هاي هي قيمة 70. إذا طلعنا رقم واحد ماكسيموم ديمان 70 ميجا واط، هذا رقم واحد. نجي على العفو رقم اثنين، قلنا شو نريد نحسب؟ اليونت جنريتد بير داي اللي هي سميناها شنو؟ قلنا الاريا. مثل ما اتفقنا راح أحسب الاريا المساحة الموجودة هنا تحت هذه الكير. فايش راح أقول؟ راح اقول بالبداية هاي ليش خلاها في 10 أس 3؟ من يجاوبني ليش خلى 10 أس 3 اللي قدام؟ اي نعم احسنتم، لانه كان عندي بالمعطيات منطيني بالميجا واط، بينما انا باليون جنريتر عندي ايش مطلوب هنا؟ البير داي هي كيلو واط اور، لا تنسون بالطاقة دائما نشتغل شنو؟ كيلو واط اور. فطلع ال 10 أس 3 اللي برا من تضرب بالكيلو واط هي ترجع شنو؟ ترجع للميجا. فاخذ الأربعين في ست ساعات مثل ما قلنا، زائدا الخمسين في شقد راح تصير؟ في أربعة، هاي هنا مثل ما تشوفون خمسين في أربعة، زائدا ستين في شقد في اثنين اللي هي ساعتين، وهكذا إلى أن نكمل باقي المنحني مثل ما سولفنا عليه. بعدين راح يضربهم يجمعهم يطلع الناتج النهائي هذا 12 في 10 أس 5 كيلو واط اور، كيلو واط اور، يعني هاي الطاقه صارت هنا عندي طاقه، الطاقه المنتجه اليونت جنريتد المتولده او الطاقه اللي عندي. زين نرجع للمطلب رقم 3 نشوف شنو راد به. هو المطلب رقم 3، رقم 3 راد شنو؟ الافرج. قلنا الافرج شو يساوي لنا؟ هو اليونت جنريتد مقسوم على اليمن على الاور مثل ما اتفقنا. فاذا رجعنا هنا قسمنا هاي ال 12 في 10 اس 5 اللي طلعناها قبل شويه، طلعناها قبل شويه هنا الافرج مالتنا مو طلعت لنا 12 في 10 اس 5 هي نفسها، راح اقسمها على اليمن اقسمها على ال 24، راح اقسمها على ال 24 ليش؟ لان انا عندي كان هي شنو ال 24؟ عندي هي الساعات الموجوده خلال اليوم، الساعات الموجوده خلال اليوم. فمثل ما تشوفون قسمها على 24 ساعه انطتني 50 ألف كيلو واط، 50 ألف كيلو واط. والخطوة الأخيرة اللي هو راد اللود فاكتور، مثل ما اتفقنا اللود فاكتور هو عبارة عن الأفرج لود مقسوم على الماكسيموم ديماين. بعد هذا القانون صار محفوظ. زين الأفرج لود أنا نطلع هنا قدامي اللي هو 50 ألف كيلو واط، قسمته على اليمن على الماكسيموم اللي هي شقد كانت ماكسيموم قبل شوية طلعناها، لا تنسون طلعناها 70، بس 70 شنو كانت؟ 70 ميجا. فش كتب هنا؟ 70 في 1000. ليش سوى 70 في 1000؟ من يجاوبني؟ اي نعم احسنتم،
لانه كانت هاي بالميجا فحولها عمود للكيلووات، حتى الكيلووات يختصر منها ومنها ويبقى عندي بس الرقم. ليش؟ لان الفاكتور قلنا بدون وحدات، الفاكتور بدون وحدات راح يقسم ال 50,000 على ال 70 في يعني 70,000 راح ينطيني هذا الرقم ويحوله الى نسبه مئويه فراح يصير بالمئه ان شاء الله. اعتقد المثال بسيط جدا وواضح، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. واكو عندنا امثله كانت موجوده هي نعطيكم اياها بنفس المحاضره، هي عباره عن هوم وورك، هذا واجب عليكم انتم تحلوه تحاولون بس ما مطالبين به، فقط لكم على مود تتابعون وتطورون نفسكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نلتقيكم ان شاء الله في المحاضره المقبله.